يا اهلا بكل حضراتكم في اول فقره حواريه في السنه الجديده، ودي الفقره اللي هنتكلم من خلالها ان شاء الله عن اخر بطولات وانجازات النادي الاهلي في 2021، وكانت في العاب القوى والتتويج ببطوله الجمهوريه. هنعرف كل التفاصيل مع عمر احمد وهو لاعب النادي الاهلي لالعاب القوى، وكمان منورانا جيلان سيد وفقي لاعبه النادي الاهلي لالعاب القوى. صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين واهلا بيكم. صباح الخير والف مبروك، يعني حاجه جميله جدا. نتكلم عن بطوله مش سهله، اكيد وراها كواليس كتيره، بس خلينا في الاول نبدا يعني نعرف جمهور برضو الاهلي عنكم. يعني خلينا نبدا بجيلان، عرفينا الاول انت بتدرسي ايه وامتى ابتديتي وشمعنا العاب القوى، وبعد كده نروح لعمر. انا في ثانيه ثانوي، ابتديت من وانا صغيره جدا العب قوى، يعني من وانا عندي 5 سنين. والكابتن ايهاب عبد الرحمن بطل العالم، هو كابتن عبد النعيم، جم وقالوا لي تجربي العاب القوى وكده، فروحت ولقيت الموضوع جميل. كان اول بطوله ليا خدت فيها، اول بطوله ليا. دي كان عندك كام سنه بقى؟ لعبت تحت 12 سنه، كان عندي بتاع 10 سنين اوكي كده. فدي كانت حاجه، اول حاجه ليا. حلو جدا. وانت حابه كنت العاب القوه؟ يعني 5 سنين ابتديتي العاب قوه، ما كنتش فاهمه يعني ايه اصلا. صح. فدخلت كده. ومحدش عندك في البيت او من العيله بيلعبها؟ لان هي من الرياضات اللي مش دارجه قوي بالذات البنات يعني. ايوه، ما كانش في حد بيلعبها. اوكي. هي غريبه بس حلو، يعني احنا مبسوطين ان ده حصل. انت دلوقتي بقيتي بطله وجايبه يعني بطوله كبيره، فحلو جدا. هنرجع طبعا تفاصيل اكتر، بس عمر برضو خلينا نعرف منك، يعني ابتديت عندك كام سنه ودلوقتي بتدرس في ايه؟ لا انا بدات وانا كبير، بدات من سنتين تقريبا. الموضوع جه صدفه، يعني من انا كنت معروف ان انا سريع وكده في الكوره وبتاع، فروحنا وسالنا في الاتحاد بتاع العاب القوه، تواصلنا مع كابتن وائل وعملت تيست والحمد لله. من اول مره بتلعب 100 و200 متر؟ انا بلعب 100 و200. ده تخصصك يعني؟ سبرنتر يعني. اوكي جميل. طيب بس بدات من سنتين والحمد لله الحمد لله. طيب ملابسات بقى اخر بطوله اللي انتوا يعني اسعدتونا بان انتوا ختمتوا بيها السنه، يعني المنافسه فيها كانت عامله ازاي؟ اللقاءات ما بينك او منافسات بينك وبين الناس، ونفس الكلام بالنسبه لجيلان. جيلان انت بتلعبي رمح؟ انا فاهم كده مظبوط. طيب حلو، ملابسات اخر بطوله بقى، بطوله الجمهوريه. لا المنافسات طبعا كانت صعبه ما بيننا وما بين النوادي الثانيه، كان الحمد لله يعني المنافسه كانت قويه بالذات يوم الجمعه عشان المطره وكده. فكان السباق نفسه صعب، الاجواء نفسها صعبه. طبعا. والمنافسه ما بيننا وما بين اللعيبه طبعا كانت برضو قويه الحمد لله، بس وقدرنا نكسب. اقرب ناس كانوا يعني منافسين ليك كانوا من اي نوادي؟ الزمالك والاولمبي. الرينبي السكندري. تمام. دول كانوا اقرب منافسين في المية وفي الـ200 برضه. وفي التتابع برضه. انا كان اقوى ناس بالنسبه لي واحده ثانيه معايا برضه من الاهلي. طب كويس، يعني العبريه في بيتها. لا بس ستيل العاب القوه مش من الرياضات اللي الاهالي بيختاروها لاولادهم يعني، صح؟ طب معلش برضو عايزه ارجع للنقطه دي، مين اللي اختار لك؟ انت قلتي مش انت اللي اخترتي العاب القوه. هو هم شافوني كنت انا بلعب هاندبول في ميه، فهم شافوني فحبوا يجوا فاقترحوا على بابا. فبابا طبعا انا مش فاهمه فوداني. بس أني اكتر كنت بتحبي الهاندبول ولا العاب القوه؟ بصراحه انا بحبهم هما الاثنين. الاثنين. كنت حابه تكملي هاندبول ولا لا؟ صراحة. طيب خليني برضو اعرف منكم يا كريم، سالكم عن البطوله بس عايزين نعرف كواليس اكتر. يعني فكره هنا ان انا بحتفل بالبطوله كويس جدا، بس وراها كواليس، وراها تمرينات، وراها لازم يكون في توازن ما بين الدراسه، وراها دعم مع او اشخاص معينين سواء في البيت او خارج البيت. يعني في حاجات كتيره حابين برضو ان احنا نسمعها ونسمع جمهور الاهلي دلوقتي بيتفرج عليك. اتفضلي. هو اول حاجه طبعا التمرين كان قوي جدا، يعني في الجيم مثلا بناخد ساعه جيم وساعه فتنس في رمح. ده كل يوم؟ ها. ده في ناس بتمرن صبح وبالليل، خلي بالك. طبعا عشان يبقوا ابطال في الاخر. احنا الصبح بقى في المدرسه. ايوه. ما بيبقاش فيه الصبح. فطبعا كان التمرين قوي جدا والبطوله نفسها كانت قويه جدا، يعني انا مش عارفه اقول ايه، بس هي كانت قويه فعلا، كان التمرين كتير. من التفاصيل اللي قالتها نهاوند فكره، ودي نقطه برضو فعلا مهمه جدا، فكره ان انت تعرفي توازني ما بين الدراسه والتدريبات بتاعتك. وبعدين احنا بنتكلم على مستوى بطولات، يعني مش مجرد لاعبه تقليديه، لا ده انت بطله. فلازم تكوني ناجحه الى حد كبير في ان انت توزني ما بين الاثنين.
ما فعلا بحاول وفعلا الموضوع ماشي معايا كويس. يعني الصبح مثلا ممكن ابقى اذاكر او في المدرسه، واخر النهار كله للتمرين. يعني مظبطه نفسك تمام. طب وانت بالنسبه لك بقى؟ انا بالنسبه لي التمرين بتبقى خاصه شويه، يعني التمرين نفسه حتى لو البرنامج صغير بس الشده عندنا بتبقى قويه. والتوازن برضو بيبقى صعب بين الدراسه وما بين التمرين. التمرين عندنا برضو كل يوم، برضو بيبقى في تمرين عادي وفي جيم، بس اللي بيبان قدام اللي هو في السباق بيبان ان هو سهل، بس الكواليس طبعا بتبقى اصعب بكتير من اللي بيحصل في البطوله. لا وحياتك يعني. ولا السباق بيبان انه سهل، لا بالذات سباقات ال100 وال200 متر، يمكن ال100 بصفه خاصه يعني عشان هي مش بتتقسم، يعني هي بتتلعب كلها نفس القوه بالظبط من الستارت لحد الفينش كله بنفس القوه. عشان كده يمكن التمارين برضو بتبقى صعبه او بتبقى قاسيه، علشان برضو كلها بتبقى نفس من اول ما بتبدا لحد ما بتخلص التمرين انت بتجري بنفس قوتك، مفيش حاجه بتحاول تقسمها وكده، بالذات المسافات اللي هي بتاعه السرعه. اوكي طب انا عايز اسالكم على حاجه مهمه جدا. فكره ان صناعه البطل اصلا دي في حد ذاتها في ناس او في دول بتشتغل عليها كملف. فانا لما اجي اقول انا عندي بطل، وتحديدا انا هتكلم عن الكيسز او يعني هتكلم عنكم، فدلوقتي انا لازم عشان ابقى بطل لازم بيكون سيبك يعني طبعا البالانس ما بين الدراسه والحياه وكل حاجه تمام، ولكن فكره هنا برضو لازم يكون معايا تيم كامل بيدعمني، من فكره كمان التغذيه، دكتور علاج طبيعي وغيره. انتوا وراكوا تيم يعني عرفونا برضو، وفي نفس الوقت النظام الغذائي اللي هو ماشيين عليه يعني، ولا الموضوع ملوش علاقه انتوا سايبينها؟ لا بالنسبه لي انا ماشي على نظام غذائي في الفتره الاخيره، يعني برضو ممكن يكون قاسي مع التمارين، وطبعا التيم كله بتاع الاهلي بيدعمني اذا كان زمايلي او مدربي كابتن حفني او رئيس الجهاز كابتن ياسر داوود. واكيد حاطين تارجت على بطولات اكبر الفتره الجايه ان شاء الله. السنه اللي احنا بداناها فيها بطولات كتير دوليه، بجانب بقى البطولات اللي هي العاديه بتاعه الجمهوريه. وفي نفس الكلام يا جعلان معاكي برضه؟ هو نفس الكلام بس هو موضوع مختلف شويه، عشان مثلا لما بتبقى في بطوله قربت احنا بنقطع حياتنا شويه كده، بنبقى كله زي معسكر بقى خلاص بالزبط. بيبقى كل حاجه ممنوعه، تركيز كامل في حتى لو مثلا مش شرط نكون في مكان في معسكرين، لا هو حتى انا مع نفسي كده خلاص انا عندي بطوله لازم اركز. طب انا كنت عايزه اختمها على يعني التمارينات بتاعتكم عباره عن ايه؟ هي عباره عن فتنس، يعني في حاله الرمح مثلا ايه نوع التمرينات او التدريبات بتاعتك؟ احنا بنروح الملعب فتنس، ده فتره الاعداد بيبقى فتنس مفيش رمي، بعدين بنبتدي مثلا نخش واحده واحده نرمي، بعدين بعد ما نرمي خلصنا رمي نخش على الحديد، بيبقى الحديد طبعا لازم مثلا كل فتره تعمل تيست لنفسك مثلا عشان تزود اوزانك عشان تبقى قوي، عشان تعرف عشان مش هينفع مثلا تعمل فيتنس من غير ما حديد مش هتستفيد حاجه. بس هو كده. وعمر احنا فتره الاعداد بالنسبه لنا بتبقى برده كلها حاجات تحمل مسافات طويله، يعني حتى بتوع السبرنت بيبقوا مسافات طويله عشان تحمل النفس يعني. لما بنخش بقى في فتره الاعداد الخاص كل واحد بيبتدي ياخد مسافاته، اللي بيلعب 100 و200 واللي بيلعب 400. بالنسبه لنا الموضوع بيبقى معظم حاجات بتبقى مسافات سبرنت تحمل لل100 ولل200، يعني ما بتزادش عن ال250 متر 300، وازاي نطلع من على البلوك اللي هو في الستارت بناخد الاحساس بتاع البطوله، يعني ان احنا بننافس مع بعض المنافسين اللي في كل واحد في سنه طبعا. بنطلع مع بعض علشان ناخد جو البطوله. بس بص احنا يمكن في فيديو وانت بتتكلم دلوقتي طبعا بنشوفه. وعلى فكره يا كريم هو فعلا ما بيبانش سهل. لا طبعا يعني لا هو عايز اقول لك انا اتفق مع كريم فعلا، لا ما تبانش سهله لان في سرعه وفي تركيز والثانيه بتفرق في السباقات دي طبعا. اجزاء ده اخر سباق البطوله اللي هي اول امبارح. طب عايزه اتكلم معاكم شويه لان احنا زي ما كريم كان بيقول في الانترو احنا ختمنا السنه ببطوله الجمهوريه، ولكن اكيد لسه في بقى بطولات جايه، فانتوا دلوقتي اللي جاي ايه وبتستعدوا له ازاي؟ هو اول حاجه اللي جاي في بطوله العرب تحت 20 سنه دي انا عايزه ادخلها، مع ان انا عندي 16 سنه بس انا عايزه ادخلها يعني عشان عايزه اجيب ميداليه فيها. بس متاح يعني تحت 20 متاح صح؟ وفي بطوله افريقيه تحت 18 هي غالبا هتبقى في شهر 4 أو 5، دي برضه انا عايزه اروح وانافس فيها على ميداليه مش مجرد ان انا اتاهل وخلاص. كويس جدا. وانت يا عمر؟ انا برضه بطوله افريقيا اللي في شهر 5 ان شاء الله نبقى مشاركين فيها وبننافس على ميداليه،
وبطولة بطولة العالم في شهر 8 برضو، وبطولة العرب هتلعب في مصر طبعا، لازم نمثل مصر فيها يعني، وننافس على ميدالية كمان، وان شاء الله ناخد اول ثلاث مراكز. بس دول اهم طلب. احنا شايفينه ده ايه معلش؟ انت شفت اللقطه اللي انا شفته ما صدقتش عينيا للحظه، تخيلت ان حد تاني مش جاي ده. لا وكمان كنت مصابه. كمان مصابه؟ اه يابطه الخلفيه. لا حاجه عظمه عظمه. تعرف تعمل الكلام ده؟ ولا تمنه ولا تمنه، بس اعرف اجري زي عمر. اي نعم مش بنفس سرعته طبعا، بس يعني ايه عندي الحته. عارف فكره يا عمر، انا من الناس اللي بتستمتع جدا بسباقات ال 100 متر. وبالمناسبه خليني اسالك، هل انت وجيلان بتتابعوا الدورات الاولمبيه باستمرار؟ بتتابعوا يعني المنافسات العالميه اللي في الرياضتين اللي انتوا بتلعبوهم دول بشكل دائم، ولا بالصدفه، ولا يعني بتيجي بظروفها يعني؟ لا 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 ما بتجيش بظروفها خالص، ده بتابع كتير وبشوف طبعا. لو حضرتك عارفه بولت طبعا، هو صاحب الرقم القياسي ده، مش بني ادم ده، كلنا بنشوفه حتى. مش بني ادم يا جيلان، احنا بنتكلم على ده فاضل شويه يطلع دخان من رجليه. أيوه. يعني مش ممكن يعني. بدايه السبرنت عنده زي نهايته بنفس الخطوه بالظبط. لا طبعا كل ده ليه تكنيك يعني، في فيديوهات كتير قوي بتشرح هو ازاي عمل ده اصلا، ازاي جري في 9 ثواني والاجزاء القليله دي. 9 ثواني في 100 متر متخيل انا هون؟ انا مش متخيله صراحه. مش ممكن 9 ويعني 9.50 وكسور يعني. 9 وكسور بس. فطبعا في تكنيك ان اول 30 متر بيبقوا غير الباقي، بتشتغل ازاي ايدك، بتشتغل ازاي مع رجلك. رجلك نفسها من طلعه البلوك بتفرق يعني. هو البوش الاولانيه بالظبط، هي البوش الاولانيه دي اصلا اهم حاجه، لان هو اللي بيطلع اول خلاص بيعتبر السباق بتاعه لو فضل مكمل. طب ليه في من زمان سيطره لدول معينه في ال 100 متر بصفه خاصه؟ يعني دايما تلاقي جامايكا حاضره، دايما تلاقي امريكا حاضره، دايما تلاقي يعني في دول معينه ما يعدوش ثلاث اربع دول لازم يبقوا هم معاك في الاول ثلاث مراكز. تمام، اللي هم امريكا وجامايكا دايما، علشان مش عارف هو مفيش سر معين، بس هما تقريبا هل تكوينهم مثلا بالظبط يعني البشره السوداء بيبقى عندهم تحمل اجمد طبعا، فجسمهم بيبقى مبني اصلا على القوه. فطبعا 100 متر تقول لها قوه اصلا، انت 100 متر غير المسافات الطويله، المسافات الطويله دايما بيبقوا جسمهم رفيع. صحيح. مسافات السرعه دايما بيبقوا عضلات اكتر يعني. طب انا عايز اروح معاكم لنقطه برضو خاصه بالتاهيل النفسي، ودي برضو راجع لفكره هنا صناعه البطل. تاهيل نفسي بمعنى ان انا ممكن مثلا يجي لي اصابه وبعدين عشان ارجع مره تانية الكامباك بتاعي ممكن يتاثر لو ما تاهلتش نفسيا بشكل سليم. هل النقطه دي عندنا في مصر يعني ناس مركزه معاها ولا لا؟ انتوا اصلا عندكم حد كده ولا لا؟ هو في الحقيقه بابا وماما، لكن في النادي ما فيش. لا هو يعني انا مثلا في الفيديو اللي حضرتك شفتيه انا كنت بلعب حديد وانا مصابه في الخلفيه، فده خلاني ما انزلش بطوله تحت 20 سنه، فما نزلتش. ده كان قبلها باسبوع اصابه مفاجاه كده، فطبعا نفسيا كنت متضايقه اللي هو انا ممكن ما الحقش بطوله ال 18 بتاعتي كمان اللي هو. فطبعا بابا وماما خدوا مجهود عشان يخرجوني بقى اللي انا فيه، وكمان اتاهل جسدي مش نفسي بس. النقطه دي مهمه جدا على فكره. اتفضل يا عمر. لا من وجهه نظري شايف ان يعني المفروض الواحد يدعم نفسه بنفسه يعني، ما يستناش ان لان اللي بره مش هيشوفه. مثلا لو مصاب دلوقتي هو مش شايف اللي انا شايفه، او مش حاسس اللي انا حاسس بيه. انا لازم ادعم نفسي بنفسي الاول قبل ما استنى الدعم من حد. اكيد. وبعدين انتوا كمان انتوا الاثنين الحقيقه يعني في على كتافكم مسؤوليه كبيره جدا، فكره ان انتوا بتلعبوا بتيشيرت النادي الاهلي. يعني المنافسين عارفين والجماهير عارفين، وطبعا الجهاز الفني اللي معاكم عارف ان انتوا ما ينفعش تطلعوا باي مركز غير المركز الاول. وبعدين دي لوحدها اكيد بتشكل ضغط كبير. طبعا ضغط، فكره ان انت بتلعب لنادي المركز الثاني عنده زي الاخير بالظبط. مشكله بتهيألي ولا ايه؟ مع انها بتبقى ميدالية برضه يعني، مثلا المركز الثاني بتبقى ميدالية، بس طبعا هو احنا عشان من وانا صغيره وانا في الاهلي، فخلاص انا اتعودت ان لازم اي بطوله انا عيني على الاول مش الثاني. خدت ثاني انا خسرت. بس هي بتبقى كده. طب وانت بتتعامل ازاي بقى عمر مع الضغط؟ لا انا الضغط بالنسبه لي ان انا دايما لازم افضل في الاول، حتى لو مع السن الاكبر من سني. يعني انا كنت مشارك في البطولات اللي هي الثلاث بطولات ال 20 والدرجه الاولى وال 18. فانا بالنسبه لي الميداليه الثانيه الميداليه الفضيه برضو ملهاش طعم يعني. طبعا فرحان ان انا كسبت، بس لا يعني مش ده اللي انا عايزه انا، وبالذات لو البطوله بتاعتي زي مثلا 18. فالبطوله بتاعتي ازاي اخد فيها مركز ثاني يعني؟ خلاص كده محتاج اعمل شغل اللي هو الناس تاكل وشي وانا جايب المركز الثالث بالظبط يعني. غير ان انا بلعب تيشيرت النادي الاهلي، فانا ضغط عليا انا كعمر ان انا ازاي ما اطلعش اول.
لا ان شاء الله الاوائل على طول باذن الله. هو ده اللي احنا مستنيينه منكم واللي جمهور الاهلي مستنيه كمان منكم، ربنا يوفقكم ان شاء الله. بس زي ما احنا دايما بنقول المهم السعي ومهم الاجتهاد والالتزام، وانا شايفه ده فيكم، فربنا يوفقكم. تنورتونا النهارده بجد، شكرا ليك يا شعلان. شكرا يا عمر. طيب هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده. اتفضلوا.